مدام حنان المقادور في مدينة وجدة الزيانة ونقافة في مدينة وجدة والجهة الشرقية ككل، مرحبا بكم عندي هنا في هذا النهار الكبير اللي كان بمناسبة المسيرة الخضراء، وحاولنا ما أمكن نقتصروا الوقت لما تبارك الله كاين ما يتشاف في بلادنا وكاين ما يتقال تقاليد ما شاء الله ديال العرس المغربي الذي لا يضاهيه عرس في العالم، لا بالتزيين ديال العروس المغربيه ولا بليزاكسسوار ديالها ولا بدخله الدوره الميضه ديالها ولا بالحنه، ولا ما كاينش بحالنا في العالم اللي كيقدر يقدم هاد التقاليد هادو. اللي بغيت نقول انا اليوم حاولت ما امكن اني نقدم واحد العرض فيه بزاف ديال التنويع، فيه بزاف نتاع الخدمه، فيه بزاف نتاع العمل والجهد وسهر الليل وشي حاجه اللي كانت يعني عصير ديال تم نارض بصح بصح الحمد لله كانت النتيجه مرضيه، والحمد لله نقدر نقول جد 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 ايجابيه. وشكرا شكرا بزاف للحضور كاملين، والمزيد ان شاء الله التالق ومزيد من العطاء ان شاء الله غادي يبان في 2025 ان شاء الله وباذن الله. من شو الازياء اللي قدمتيهم؟ كانوا اثواب من الفيرزاتشي، من دي بروكار، دي كريب، اللي شي حاجه يعني اثواب محليه، صنع محلي مغربي 100%. حتى في الخدمه اللي كانت في التزيين ديالهم وفي التلبات كان ايادي يعني صنع مغاربه، وكانوا ديزاكسيسوار وكذلك معمرين بالحجر الزمرد، شي حاجه اللي كانت في المستوى. وراه لي فيديو ولي فوتو اللي غادي تلونساو ان شاء الله غادي يبينوا على هذا الشيء اللي كنقولوا. حتى الناس اللي كانوا حضروا تبارك الله، ماشي كنشكر سلعتيمي بصح كان الحضور ما شاء الله اللي كان فريمون عجبهم الحال بزاف بزاف، وشكرا مره اخرى للحضور كامل.
يخرج من